الاخويا السوداني الاخير صغير الفيوم. من هذا المقام نحب نهنئ فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبه عيد ميلاده. نتمنى له كل التوفيق والنجاح والسداد من خلال ان انا يعني صيدلي من مواليد مركز اقصى بالفيوم، يعني لامس كل ما هو يعني جديد وحي على الارض الواقع من خلال حياه كريمه، لان حياه كريمه بدات في مركز اقصى ومركز يوسف الصديق. فانا سهل عيان على هذا على هذا يعني الحدث، ويعني دائما نتابع يعني المشروعات من خلال الصرف الصحي، من خلال يعني بناء المدارس، من خلال يعني تطوير التعليم، من خلال التطوير يعني الصحي، يعني حاجات مفعوله جدا جدا يعني من هذا المقام. مره ثانيه بهني فخامه الرئيس بعيد ميلاده، وكل عام